ليش رضا البحراوي وقفتوه في بس شهرين وهم الاثنين طبعا كانوا في نفس الإشكال ونفس الموضوع ونفس المشكلة؟ الفنان رضا البحراوي لو حضرتك تابعت الفيديوهات بتاعته ما كانش عنده الغلط اللي غلطه، يعني ما غلطش في الموسيقيين زي ما استاذ حسن عمل. فيديوهاته كلها كانت فيها شيء من الادب في المحادثه، كان كل غلطته للنقابه. شافيته ان كان في فيديوهات شفناها النهارده ان هو برده كان يعني بيخلي بعض الجمهور يغلط حسن، وده حسن اسلوب ما بينهم ما ينفعش يتعمل فنانين بيمثلوا مصر. أيوه، فانتوا فصلتوا بين مشكلتين يعني ما لها علاقه بين بعض، فهذا يستحق انه ايقاف نهائي. ورضا البحراوي فقط اوقفتوه شهرين؟ شهرين مع دفع تكاليف فرقته بالكامل. اوكي، ادفع تكاليف الفرقه بالكامل. طيب